النادي الأهلي. فبالتالي خلينا نبتدي بأخبار النادي الأهلي، واللي النهارده على مدار تواجد مجلس إدارة النادي الأهلي النهارده في مقر النادي الأهلي بالجزيرة كان في اجتماعات متواصلة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ويمكن كانت اجتماعات مهمة جدا من كابتن محمود الخطيب في ظل سعيه للتطور الدائم على مختلف المجالات في النادي الأهلي. لكن خليني أقول لكم بالتحديد النهارده كان في ثلاث اجتماعات، اجتماع كان خاص بلجنة الكرة واجتمعوا فيها مع الكابتن خالد بيبو مدير طبعا الأكاديميات الجديد واللي تم تعيينه مؤخرا وبالتحديد منذ أسبوع قبل دلوقتي، وكان اجتماع مهم الكابتن خالد بيبو اتكلم فيه عن الشكل اللي هيمشي من خلاله في أكاديميات النادي الأهلي والأسلوب أو أساليب التطوير من وجهة نظر الكابتن خالد بيبو. طرح طبعا هذه الاساليب والتطور الخاص ووجهه نظره واستراتيجيته على الكابتن محمود الخطيب واعضاء لجنه الكره سواء كابتن علي عبد الصادق، كابتن زيزو، ايضا كابتن حسام غالي. ده كان اول اجتماع النهارده بالنسبه لكابتن محمود الخطيب في النادي الاهلي، واللي بصراحه بيبذل مجهود كبير جدا. كابتن محمود الخطيب بيبقى متواجد بدري على مدار الايام كلها طبعا عشان يشوف ما ينقص النادي الاهلي في جميع المجالات لتطويره دائما، وده الهدف المهم والمرجو طبعا من قبل كل جمهور النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه. لكن خلينا نقرب للصوره اكتر وناخد على التليفون دلوقتي استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ شريف مساء الفل عليك ورمضان كريم. امير مساء الخيرات، تحياتي ليك ولمشاهديك ولجمهور النادي الاهلي العظيم، والله اكبر. ايه الاخبار، كله تمام؟ الحمد لله، يعني انا بنتهز الفرصه وبطمن جمهور النادي الاهلي ومشاهديك خلال هذا البرنامج انه الامور يعني النادي الاهلي بتسير بالتوازي في كل الحقيقه القطاعات المختلفه الرياضي منها والانشائي والاجتماعي، وقريبا ان شاء الله يعني ستحمل الايام القادمه الكثير من الاخبار الطيبه. يا رب يا رب ان شاء الله. المجال الرياضي كره القدم انا عارف قد ايه الجمهور يعني منشغل في الفريق الاول لكره القدم وتحديد المدير الفني وحاله الاستقرار والمباريات الاتفاقيه. احب اقول من خلالك يا امير انه لجنه الكره تقريبا في حال اجتماع دائم، اجتماع كل يوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب وبحضور رموزها الحقيقه ابناء الاهلي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق، بينضم ليهم الكابتن حسام غالي مكتب كره القدم، واحيانا حسب الموضوع اللي بيتم مناقشته سواء الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين او الكابتن خالد مدير الاكاديميه، وبالتالي يبقى في تواصل بشان كل الملفات المطروحه. طيب. عارف الملف المطروح اللي الناس شغله بالها بيه هو موضوع المدرب موضوع المدير الفني، وده هنتطرق ليه مع نهايه المداخله استاذ شريف. لكن خليني ابتدي معاك من البدايه واجتماعات النهارده والاجتماع اللي كان مع الكابتن خالد بيبو مدير الاكاديميات، كيف صار هذا الاجتماع وايه اخر نتائج الاجتماع ده؟ انا الحقيقه عرفت من الكابتن خالد بيبو انه سيتم الاعلان عن خطه الدفعه الجديده بقى والاكاديميه، والحقيقه اللي انا يعني اطلعت عليه وعرفته انه الكابتن خالد عنده رؤية كبيرة هو الدكتور عبد المجيد لتطوير الأكاديمية، بحيث إنها تكون رافد مهم من روافد تقديم الناشئين واللاعبين المميزين لقطاع الناشئين، وبالتالي الفريق الأول لكرة القدم، ويكون في انتشار كمان في معظم محافظات الجمهورية وأيضا خارج مصر، في رؤية جديدة للأكاديمية وفي روح جديدة، وإن شاء الله أنا متفائل حقيقة بالكابتن خالد بيبو وزملائه وعندهم خطة طموحة لتطوير الاكاديميه عشان يقدموا حاجه تليق باسم النادي الاهلي، وبالتالي يبحثوا عن المواهب في كل ربوع مصر الاكاديميه، نقدر نعتمد على قطاع الناشئين في المستقبل، لان هي تكون التبعيه هي اللي على طول تصدر او الرافد الاساسي زي ما قلت لحضرتك امير لقطاع الناشئين. ان شاء الله يعني الكابتن محمود الخطيب لجنه الكره يولوا هذا الامر اهميه كبرى، فكره الاكاديميه وقطاع الناشئين يعني بتمثل حجر زاوية في التطوير وجانب كبير من العمل والمجهود اللي بتقوم عليه. تمام. النهاردة أيضا كان في اجتماع آخر طبعا يخص المنظومة الإعلامية، وحضر يمكن الاجتماع ده أستاذ خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي، وأيضا أستاذ إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، وكابتن عادل القيعي أو المهندس عادل القيعي مقدم برنامج ملك وكتاب عندنا ومستشار إدارة التعاقدات في النادي الأهلي، وأيضا الأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام. آخر تطورات هذا الاجتماع، وأكيد كان اجتماع مهم جدا للحديث عن الاستراتيجية الإعلامية الفترة الجاية بالنسبة للنادي الأهلي يا أستاذ شريف.
يعني زي ما انت قلت امير الاستراتيجيه. الحقيقه انه المجموعه دي هي المنظومه، هم اللي بيشكلوا المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي بصفتهم مسؤولين. يعني طبعا في جيش جرار بيعمل طبعا في اداره الاعلام مع الاستاذ جمال جبر او الزملاء المحررين في مجله النادي او زملائنا في قناه النادي. لكن الحقيقه يعني هي دي رؤوس او رموز الاعلام في النادي الاهلي. فالحقيقه احنا عندنا اجتماع دوري بنقعد كمجموعه بنتناقش في الامور المتعلقه اعلاميا بالنادي الاهلي، بيكون في تقدير موقف، بعض الرؤى لتطوير المنظومه، بنقدم تقدير موقف للكابتن محمود الخطيب، بنتجاذب اطراف الحديث، بنشوف ازاي نقدر نتعامل مع وسائل الاعلام البديله قبل الوسائل التقليديه، لانه في نقله كبيره الحقيقه في الاعلام في مصر زي ما انت عارف. النهارده كل مواطن او كل مشجع بالتليفون الذكي او ما نسميه سمارت فون يعني بيمثل وكاله انباء متنقله في حد ذاته. فانت محتاج تواكب هذا التطور وهذا العصر وتخاطب الناس بلغتهم. عشان كده بنقعد مع بعض كتير وبنتكلم وبنحط رؤى، وان شاء الله يكون في نقله كبيره في مجال الاعلام والخطاب الاعلامي للنادي الاهلي، خصوصا احنا متفائلين بتولي الاستاذ خالد توحيد قياده قناه النادي الاهلي. طبعا طبعا راس الحربه في هذا الامر، وبتمثل حقيقه مش ذراع اعلامي، لا ده بتمثل حقيقه وسيله اعلاميه تنويريه بتحث يعني على التسامح والتعامل بروح رياضيه والتمسك باخلاقيات ومبادئ النادي الاهلي، وفي نفس الوقت بتفند كل محاوله لتشويه اي جميل او اي موقف محترم او اي تطوير بيخدم عليه النادي الاهلي في فروع مختلفه او في اداراته او حتى في القطاع الرياضي والفرق الرياضيه. طيب انا ان شاء الله اللي جاي قادم هيكون افضل باذن الله. طيب استاذ شريف، طبعا انا عايز استغل وجود حضرتك معايا وعايزين نتكلم عن الناحيه الانشائيه في النادي الاهلي، وعارفين ان في تطورات هتحصل على او في خلال طبعا الثلاث فروع، سواء فرع النادي الاهلي في الجزيره، مدينه نصر، الشيخ زايد. عايزين نعرف اخر التطورات بالنسبه للانشاءات الجديده والتطورات اللي هتحصل فيها خلال الفتره الجايه. استاذ شريف، شوف الحقيقه يا امير انه الرؤيه لموضوع التطوير المستمر في فروع النادي ده عمل يعني حتمي، ومجلس الاداره بيضع راس اولوياته. ألزموا نفسهم الحقيقه بتنفيذ عدد من المشروعات الانشائيه والرياضيه الاجتماعيه بازمنه وبجدول زمني. الحقيقه بمجرد ما تم الاستقرار وعادت خزينه النادي الاهلي للانتعاش بعد الطرق الحقيقه اللي زودوا بيها موارد النادي، تم طرح عدد من المشروعات في المنطقه. لو اتكلمنا عن مدينه نصر، الحقيقه في مجموعه مشروعات بتتم، خصوصا ان ده الفرع الاكبر يعني او اللي بيشهد كثافه كبيره من الساده الاعضاء. مكان ملاعب التنس القديمه بيتم الان تطويره ليصبح منطقه جلوس للاعضاء على اعلى مستوى بشكل حضاري، يعني نتعشى منها تنتهي ان شاء الله في نهايه هذا العام. ايضا المنطقه الترفيهيه وهي المنطقه الموجوده بجوار مكتبه الاهلي العظيمه ومنطقه الاشتراكات دي تم هدمها، وايضا هيتم تطويرها بشكل كبير جدا لتصبح مجموعه حمامات سباحيه ترفيهيه للاطفال واكوا بارك وخلافه، وايضا حاجه حضاريه تاريخ باسم النادي الاهلي. ان شاء الله المرحله الجايه في مدينه نصر هيكون في حمام سباحه اضافي للتدريب، ويعني جراج بالاضافه لعدد الملاعب الموجوده، وبالتالي يبقى مدينه نصر حاجه كده عظيمه ومتكامله، ويعني نفخر جميعا بالانشاءات اللي الاهلي بنيها. النادي الاهلي في الجزيره الحقيقه بدا بالفعل النهارده العمل على انشاء صاله للتراتيل لديق باسم النادي الاهلي، وبدات الشركه المنوط بها التنفيذ. الحقيقه كل الحاجات دي بتنفذها جهاز مشروعات الوطنيه بما يملكه من تاريخ طويل يعني. فايضا هينتهي العمل في صاله التراتيل النادي الاهلي قريبا، بالاضافه طبعا الى تطوير الاسوار والبوابات والمبنى الاجتماعي. وانا متوقع ان العمل يبدا يعني بهمه فيه بعد العيد، لان المرحله الاولى دي الحقيقه من المقرر ان تنتهي في نهايه هذا العام ان شاء الله، بنتكلم في اقل من 6 شهور ان شاء الله. بالاضافه الى انه المجلس اخر الموارد الماليه اللازمه لهذا التطوير في المرحله الاولى اللي بيبلغ 76 مليون
مجلس الاداره بالفعل على صوت صيام والعمل طبعا طبعا بالليل والعمال، الناس ما تشعرش يعني بهمه او بجديه كبيره، لكن ان شاء الله عمل دؤوب بعد عيد الفطر ان شاء الله. الشيخ زايد طبعا ما نقدرش ننسى اكيد تكلمت في شاشه لمشاهده قناه كاس العالم، شاشات يعني بمبالغ كبيره جدا، ثلاث شاشات كبيره ومدينه نصر والشيخ زايد، هنا مدينه ومدينه والشيخ زايد وقريبا مدينه نصر، وتصريح المبنى الاجتماعي انتهى، وهيبدا العمل ايضا انشاء مبنى اجتماعي على اعلى مستوى يليق باعضاء النادي الاهلي في النادي الاهلي الشيخ. يا رب ان شاء الله، اتمنى كل التوفيق لمجلس اداره النادي الاهلي، لكن ما ينفعش